النادي الاهلي ومجلس اداره في البرنامج الانتخابي بتاعه، برنامج عائله النادي الاهلي، كان من ضمن اهتماماته الاهتمام بفئه الرواد، ومن بخصوص هذا الموضوع او هذه هذا الموضوع. فطبعا الاهلي النهارده بيعمل او بيستضيف اول بطوله النادي الاهلي بينفذها لسباحه الاساتذه، واطلق عليها او تم تسميتها بطوله اللواء دري عبد القادر. البطوله دي فيها حوالي 18 نادي من كافه انحاء الجمهوريه، المشاركين فيها من السباحين والسباحات في حدود او يزيد عن 400 سباح وسباحه. النادي الاهلي مشارك باكبر عدد وهو حوالي 71 سباح وسباحه. تم طبعا الاهتمام بهذا الحدث، وتم دعم النادي بكافه الاحتياجات، بخصوص ان اليوم يظهر في مظهر مشرف، وزي ما حضرتك شايف كده التواجد المكثف للاعبين والانديه المختلفه، التواجد المكثف من بعض اعضاء النادي المهتمين بلعب السباحه واللي بيشوفوا هذا الحدث لاول مره. فالحمد لله المنظر اللي حضرتك شايفه ده نتيجه مجهود كافه المدير العام التنفيذي، الدعم الكامل بتاعه، ومدير الادارات في النادي. طبعا بنتقدم بالشكر لاتحاد السباحه المهندس ياسر ادريس، بنتقدم بالشكر لمنطقه القاهره للسباحه والمهندس شريف مغازي رئيس المنطقه، وكابتن نيفين مرجان امين صندوق المنطقه لدعمهم والتعاون معنا في هذا الحدث اللي اول مره بيتعمل في النادي الاهلي، بالاشراف على الاعداد وعلى النتائج. فالحمد لله في تعاون كامل ما بين، زي ما النادي الاهلي برضه متعود ان هو علاقاته متميزه بالاتحادات المختلفه ومنها اتحاد السباحه، اللي النهارده دعمنا بطريقه يعني كويسه، اظهرت اليوم بهذا المظهر المشرف اللي حضراتكم شايفينه. النادي الاهلي دايما بيشتغل كتيم وورك، في على راس الهرم المدير التنفيذي، ثم في مدير النادي هنا في مدينه نصر، كافه العناصر الموجوده في النادي كاداره الامن برئاسه مدير الاداره الاستاذ محمود حسين، عندنا مدير حمام السباحه استاذ احمد النحاس، عندي مدير الخدمات الدكتور مجدي، فعندي كل الناس تقريبا اشتغلت، كل الناس تعاونت، بالاضافه للنشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر والكابتن عمر شوقي، اتحاد السباحه معانا، منطقه القاهره. فكل هذه المنظومه اتعملت اكتر من اجتماع، واتعمل اكتر من لقاء مع كافه عناصر المشاركه، وتم التنسيق الكامل. والحمد لله زي ما حضرتك شايف اليوم النهارده ماشي سلس جدا، بالرغم التواجد الكبير جدا، 400 سباح ده رقم كبير جدا. فالحمد لله الامور ماشيه كويسه نتيجه تعاون الكل وكل المجهودين. احنا عندنا من عامل النظافه لاكبر واحد له دور في خروج هذا اليوم بهذا المظهر المشرف. في نقطة مهمة جدا، احنا كالنادي الاهلي او منظومة النادي الاهلي سواء على المستوى التنفيذي او الاداري او الفني، احنا بنعتبر نموذج يحتذى به في الوسط الرياضي على المستوى المصري او على المستوى القاري او المستوى الاقليمي. يمكن زي ما حضرتك عارف احنا دلوقتي في حراك ومجتمعي ما بين اعضاء النادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده كابتن محمود الخطيب بالنسبه للائحه الاساسيه الخاصه بالنادي، وفي ظل الحدث المهم ده هو النادي الاهلي قادر ان هو ينظم حدث يمكن يكون الاول حدوثه هنا في النادي الاهلي، وهي بطوله الاساتذه للسباحه، فيها اكثر من 400 مشارك ومنافس الى جانب زويهم واصدقائهم. النادي الاهلي بيحتضنهم، تنظيم الحمد لله بشهادة الجميع مش بشهادتنا احنا، ان التنظيم على اعلى مستوى. مناطق السباقات ومناطق الورم اب او التسخين احنا مجهزينها على اعلى مستوى. يمكن بطوله زي دي بتتعمل في اكبر الانديه المصريه، ويمكن تكون اول مره تنفذ هنا عندنا. الاتحاد المصري للسباحه ومنطقه القاهره عامله مجهود مشرف جدا، حاولنا نوفر كل الامكانيات المتاحه، لان كانت التعليمات الواضحه بالنسبه للاداره التنفيذيه كابتن محمد مرجان ان احنا بيجي لنا في بطوله الاساتذه، طبعا انت عارف حضرتك بيبقوا مراحل سنيه كبيره وقامات في انديتهم، وفي منهم برضو جزء كبير قامات في الوسط الرياضي المصري واعضاء مجالس ادارات سابقين، فكان لازم نظهر بالمظهر اللي يليق بمنظومه النادي الاهلي.
وفعلا الحمد لله الامور يمكن من بدايه اليوم من الساعه 9 صباحا اداره النشاط الرياضي والاداره التنفيذيه وفرت كل السبل اللي تتيح الراحه للجان المنظمه للحدث، ولم نبخس حق عضو النادي الاهلي. بالعكس احنا كان في اتجاه ان احنا في نفس تشغيل الحدث، احنا عندنا اعضاء النادي الاهلي بالنسبه للمراحل السنيه الصغيره موفرين لهم اماكن معينه ان هو يمارس من نشاطه العادي، لان زي ما حضرتك عارف احنا النهارده الجمعه ويمكن يوم بيبقى مميز لاسر واعضاء النادي الاهلي، فقدرنا نعمل المعادله المناسبه ان احنا نعدي الحدث بشكل بروفيشنال وشكل لائق، وفي نفس الوقت لا ناخذ من حق عضو النادي الاهلي. انا وجدت فتره ما بين في سماحه الاساتذه خلال الصيف ملناش اي نشاط، فانطلب مننا نعمل اي بطولات تنشيطيه، فانا فكرت في ان في اعمل بطوله لتكريم ذكرى بطل القبليه في سباحه الماستر في النادي الاهلي اللي هو اللواء دري عبد القادر. اللواء دري عبد القادر ده من اوائل السباحين في النادي الاهلي. انت عارف بطوله السباحه بتاعه النادي الاهلي للناشئين بدأت سنة 1947، كانت بطولة القطر المصري والنادي الأهلي كسبها. ده كان أول نزول لي أنا تحت 10 سنين، كسبت فيها 70 50 حرة و50 فراشة. كان بقى دري عبد القادر في عموم الرجال أول من مثل مصر في الأولمبياد، كان الأولمبياد 48 كان المرحوم طه الجمل وميمي أنديل في المية حرة وميمي أنديل في الميتين فراشة. 52 الأولمبيات اللي تليها مثل مصر فيها اتنين من النادي الأهلي، مين هم؟ اللي هو دور عبد القادر والسباح البطل ربنا يديله الصحة عبد العزيز الشافعي اللي هو حاليا في نادي الجزيرة. دول أول من راح الأولمبيات من النادي الأهلي، فكان لازم نكرمهم يعني. وما كانش فيه بطولة بتتعمل لسباحة الماستر في النادي الأهلي خالص، فأنا فكرت وقدمت مقترح للنشاط الرياضي. كابتن رؤوف عبد القادر رحب بالفكرة، عرض الفكرة على مجلس الإدارة وافقوا مباشرة، وكان مقترحي إن هذه البطولة تتعمل ما نكلفش حد حاجة، ينزل في السباقات اللي هو عايزها. وعشان كده حضرتك شايف الزحام اللي موجود النهاردة، أكبر بطولة ماستر يحضرها ناس 400 سباح، تخيل 400 سباح كله جاي. وبعدين اسلوب حلو جدا، معاونه النادي الاهلي سطفه كويس، ربطنا الموضوع مع المنطقه. كابتن نفي مرجان يا سلام، اي حاجه طلبناها نفذت بطريقه محترمه. وديك شايف العمليه ماشيه ازاي الحمد لله. عملت في الخمسين حره طلعت الاول، وعندي خمسين باك وتتابع، ان شاء الله تبقى بطوله جميله. والحمد لله ان النادي صراحه عمل مجهود معانا كبير قوي في موضوع البطوله دي، ودي اول سنه بتتعمل في النادي الاهلي، واكبر كم عدد سباحين موجود في النادي الاهلي. البطوله دي ما كانش عمرها اتعملت بالسباحين بالكم ده. اولا احنا عاملين بطوله جميله، وربنا يعني خلينا مجلس، والحمد لله بطوله جميله وتنظيم جميل، والحمد لله على كل حاجه عملناها. والله البطوله العدد مهول، انا عمري ما رحت بطولات فيها العدد ده، فواضح ان كلمه النادي الاهلي دي لوحدها لمت عالم. بيقولوا ان هم 300 وحاجه مشاركين و800 المجموع كله، انا عمري ما رحت بطوله فيها العدد ده بصراحه. عملت نزلت ثلاث سباقات الحمد لله كويس، يعني بطلع الثانيه بطلع الثالثه which is not bad الحمد لله. المهم ان احنا في سننا ده، مش عايزه اقول كام طبعا، لسه بنعوم ولسه بنسابق ولسه احسن فكره بصراحه، عشان الواحد as long as هو يعني ما دام الواحد عايش لازم الواحد يقاوح بجد، ولازم يعني يحاول ان هو ما يبقاش قاعد، لازم يعمل نشاط، لان هو النشاط ده هو اللي بيجيب كل حاجه. وبعدين كفايه ان احنا بنقعد في الشمس وبنعوم عشان الاشعه، نفسيتنا حلوه وجسمنا حلو وكل حاجه بتبقى كويسه في الدنيا، احسن حاجه. والله الشباب اليومين دول مش عاجبني لانهم كسلانين، يعني انا نفسي الشباب يعملوا رياضه نمره واحد،
يعني انا طول عمري من ساعه من وانا قد كده كان زي ما باكل زي ما بشرب زي ما بعمل رياضه، دي مهمه جدا، يعني الرياضه دي حاجه اساسيه زي الاكل والشرب وكل حاجه. فاتمنى ان الشباب يعملوا كده، لان هي دي بتبقى حاجه بصراحه كويسه جدا لهم واللي حواليهم، تديهم طاقه ايجابيه، خصوصا اليومين دول الطاقه السلبيه يعني مسيطره. فالشباب كده هيبقى شايفيني، الشباب هم اللي بي يعني الـ النشاط والرياضه هي دي تديهم طاقه يشتغلوا وينتجوا. عمل الماسترز، لكن البطوله دي لما كل الناس يعني بصراحه هم جم بضيافه نادي الاهلي اعداد كتيره جدا، يعني كل مثلا فريق اسكندريه جاي وهليوبلس والجزيره بكامل عددهم والاسماعيليه. هي المنافسه صعبه، وكل سن ما يكبر الناس بتغير على نفسها وتغير من نفسها، بيبقى المنافسه ما بينهم اكتر من هم اولاد صغيرين شبان يعني. الحمد لله انا كنت بطل مصر وافريقيا في السباحه الصادر، وانا كسبت السباق الصادر اللي انا نزلته لسالي تتابعات. النادي الاهلي طبعا عودنا دايما لما بيعمل حاجه لازم بيعمل حاجه مختلفه. الحمد لله يمكن اول مره النهارده في بطولات الماسترز بنلاقي العدد الكبير ده هو بالكواليتي بتاعت الناس ده هي بالكواليتي السباق ده هو بالتنظيم الجيد ده. فدي حاجه تاريخ بالنادي الاهلي وتاريخ باسم النادي الاهلي وسباحين النادي الاهلي. بنشوف اجيال النهارده الحمد لله كلها جميله جدا من الصغير لغايه الكبير، ودايما زي النادي الاهلي معودنا على كده. الحمد لله المشاركه كانت في عدد كبير من الناس من كل انديه مصر يحبوا يشاركوا، وطبعا بنشكر اداره النادي الاهلي ان هم وافقوا ان البطوله تبقى مش زي بقيه البطولات باشتراكات وكده، ان البطوله تبقى يعني من غير اي رسم اشتراك لكل سباح بيشارك. فنشكر اداره النادي الاهلي، وان شاء الله المره الجايه عاوزين بقى نتوسع اكتر. دي اول بطوله تتعمل في النادي الاهلي للماسترز للاساتذه سباحه الاساتذه، ان شاء الله عاوزينها تستمر، وعاوزين يعني ان شاء الله نجيب حتى ناس من انديه من بره مصر، ليه ما نستضيفش مثلا بطوله عالميه. فيعني ابتدينا وان شاء الله نكمل. مبدئيا احنا جايين البطوله بنشوف ناس مثلا اصحابنا في السباحه ما شفناهمش بقالنا كتير جدا، بقالنا 10 15 سنه، انا 37 سنه يعني. فتخيل بقى الاعمار اللي اكبر بيشوفوا ناس ما شافوهمش بقالهم 20 سنه او 25 سنه. فطبعا هي ظريفه جدا، التجمع ظريف جدا، والمنافسه بقى طبعا زي زمان بتبقى عاوز تعمل ارقامك بتاع زمان، بس طبعا ما بينفعش يعني. انت طبعا كل واحد بيكبر كل لما الاستامنه بتقل، فبالتالي ارقامه بتبقى اقل يعني. وده كان الهدف من الماسترز ان هو يتعمل كل 5 سنين مع بعض. الحقيقه احنا طبعا فرحانين ان نادي الاهلي اخيرا عمل بطوله للاساتذه، ودي حاجه يعني مشرفه جدا. وبعدين ما كناش متوقعين خالص الاعداد دي كلها، وحاجه تبسط ان كم هذه الاعداد والواحد يشوف السباحين القدام بيرجعوا يلعبوا، دي حاجه الحقيقه يعني الواحد بيبقى مبسوط قوي ان في نشاط رياضي في البلد بهذا المنظر. طبعا في اختلاف كبير، طبعا الواحد وهو صغير كان اختلاف، النهارده يمكن الواحد عقل شويتين وبقى مهتم بالرياضة أكتر. طبعا الحمد لله زمان كان الواحد كان كويس، كان منتخب مصر وبيسافر وبيروح، يعني كنا كويسين، بس المفهوم بتاع الواحد اختلف شويتين. والحقيقة النهاردة كنت مبسوطة قوي ان انا النهاردة بتنافس مع زميلتي اللي كنت بنافسها واحنا صغيرين سحر منصور، فدي كانت حاجة الحقيقة مفاجأة ليا انها ترجع، وعمالة اشجعها انها ترجع تستمر تبتدي ترجع تلعب معانا تاني، يعني لان حاجة لذيذة ان احنا كنا بنتنافس من 50 سنة ونرجع نتنافس النهاردة، فالحقيقة حاجة هايلة بصراحة. يعني انا يعني من موقعي ان انا رئيس لجنة سباحة الاساتذة، انا بهني نادي الاهلي، بقول ان دي خطوة مهمة جدا. نادي الاهلي قاعد فترة كتيرة قوي مجلس الادارة بتاعه مش حاسس بقد ايه اهمية سباحة الاساتذة، النهاردة حاسس. دي اكتر بطولة، احنا بنعمل تقريبا 5 بطولات في السنة، واحنا ابتدينا الاساتذة في مصر من حوالي سنة 2003 او 2002،
فانت بتكلم على 16 او 17 سنه اول مره النادي الاهلي يتبنى بطوله خاصه. هو مره عملنا بطوله جمهوريه هنا وكان من 5 أو 6 سنين، لكن انا بعتبرها دي خطوه مهمه جدا ان الاهلي نفسه النادي الكبير يبتدي يتبنى جزء من النشاطات سبعه الاساتذه. بحكم ان احنا رجعنا اول ناس، احنا كنا 25 واحد بس بنعوم في سبعه الاساتذه، النهارده البطوله دي من اكبر البطولات اللي جه فيها ناس، انت معدي 400 واحد. انا بعوم جنب ناس كنت بعوم من جنبيهم من وانا عندي 7 سنين، ونفس ترتيبنا لغايه دلوقتي هو نفس الترتيب، هو الاول وانا الثاني وماشيين كده طول عمرنا. حاجه جميله ان انت تحس ان انت صغير، ان انت بتعمل حاجه كنت طول عمرك بتحبها. وطبعا الحمد لله النادي الاهلي النهارده عمل بطوله مسمعه جامد جدا في كل الانديه، وكل الانديه يعني شبه بيها النونة على نجاح البطوله دي، كونها ان تبقى اول بطوله النادي الاهلي يستضيفها لسباحه الاساتذه وتطلع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده والنجاح ونسبه المشاركه دي، فالحمد لله دي خطوه كويسه جدا. المختلف ان عدد السباحين في النادي الاهلي بقى كبير جدا. انا بلعب سباحه ماسترز في النادي الاهلي من سنه 2012 الحمد لله، يعني ربنا كرمنا واشتركت في 4 بطولات عالم للاساتذه وكنا فرقه صغيره. دلوقتي الحمد لله انا شايف ابطال كتير جدا في جميع الاجيال اللي مثلوا النادي الاهلي على المستوى الدولي والمستوى المحلي بيشاركوا، وبيشاركوا بحماس جامد جدا، وان شاء الله انا منتظر النتيجه في اخر اليوم النهارده باذن الله. باذن الله النادي الاهلي ياخد كاس البطوله ويبقى اول بطوله وعلى طول هناخد الكاس باذن الله. والله احنا بنشكر الاول مجلس الاداره والكابتن رؤوف عبد القادر لان هم اللي سمحوا لنا ان احنا نعمل اول بطوله في النادي الاهلي، رغم ان احنا بقالنا 20 سنة في الماسترز على مستوى الجمهورية، كان في قبلنا 18 نادي كانوا مشتركين رسمي في الاتحاد، واحنا كنا بنشارك بس ايه مش مدرجة من ضمن خطة النادي، ولأول مرة الحمد لله نحطها على خريطة مظبوطة عشان نبتدي نشتغل فيها مظبوط. اولا حب الشديد من كل الأندية للنادي الأهلي، والحمد لله احنا عملنا قاعدة عريضة في العشرين سنة اللي فاتت من الكابتن دوري عبد القادر الله يرحمه لكل الناس المتواجدين لغاية دلوقتي بحب الناس، واول ما عرفوا ان احنا هنعمل البطولة ديت اشتركوا كلهم بدون ما يفكروا في ان هم مثلا البطولة بدعم او غير دعم، اشتركوا بحيث ان هم يبقوا مشتركين في اول بطولة تتعمل في النادي الاهلي. المنافسه بيني وبين السباحين او بين السباحين بتوع الاهلي والسباحين الانديه الاخرى منافسه شرسه، لان احنا طول عمرنا ابطال، ما كناش بنشترك بالكم، يعني احنا كنا بنشترك ب 10 12 واحد 15 واحد، لما عشان نشترك ب 69 واحد كانت طبعا طفره للنادي الاهلي، واهتمام النادي الاهلي بالاساتذه هو اللي خلانا نعمل كده. ان شاء الله نبقى احسن في البطولات اللي جايه باذن الله. الحقيقة بطولة الماسترز بنعتبرها مهرجان مش بطولة، لأن أنا باجي أشوف زمايلي وأصحابي وأساتذتي وبنبقى يوم جميل جدا، بنقضي يوم بنتفرج على بعض وبنشجع بعض وبنشجع بعض نرجع نعوم تاني، بصرف النظر بقى كل واحد الدنيا خدته في أنهي اتجاه، يعني لأن السباحة دايما بتجمعنا. الحقيقة الاتحاد الدولي مؤخرا بدأ يبقى اهتمامه بالماسترز اهتمام عالي جدا، بطولات عالم بتقام في نفس المدينة اللي بتقام فيها بطولات العالم لألعاب الماء، وبالتبعية في كل الدول بقى فيه تنشيط لرياضة الماسترز علشان نحافظ على صحتنا العامة، وعلشان السباحين دول يفضلوا يعوموا. عندنا السباحين عدوا 80 وبيعوموا ما شاء الله، ربنا يديهم الصحة. السنة دي الجديد النادي الأهلي، النادي الاهلي السنه دي مجموعه كبيره من السباحين اللي كانوا ابطال مصر وابطال افريقيا في السباحه، النادي الاهلي نجح ان هو يرجعهم تاني يعوموا وينزلوا يشتركوا في المسابقات، وده خلق منافسه اقوى،
ونتمنى ان أندية اخرى من اللي هي ليها تاريخ في السباحة هما كمان يعملوا رعاية لرياضة الماسترز عندهم علشان النشاط بتاع رياضة الماسترز يبقى اكتر قوة. واعتقد ان ده اتجاه في معظم الأندية. احنا كاتحاد سباحة هنقدم مقترح نرجو انه ينال رعاية الجمعية العمومية ان يبقى رياضة الماسترز يبقى ليها نقط محسوبة في الدرع العام كنوع من التشجيع والتحفيز للأندية علشان تبدأ تراعي وترعى وتهتم برياضة الماسترز. التنظيم كان حلو قوي قوي قوي، يعني فعلا واخدين خبرة الخارج، خبرة الخارج في التنظيم، وده حاجة عجبتني. يعني في حاجة اسمها بالفرنساوي شامبر تابيل، يعني الأوضة اللي بيندهف فيها، دي أول مرة تحصل هنا في مصر، فكلنا بنقف في مكان واحد وبيندهونا، دي جديدة علينا. ما اقدرش اقول لحضرتك زمان وانا بطل الجمهوريه 14، انا دلوقتي 75 سنه ونص، يعني اقدر اقول لحضرتك اما كنت بطل الجمهوريه صغيره مش قادره افتكر قوي، لكن كنت واخده بطولات جامده جدا. دلوقتي سعيده كمان ان في ناس كتير معايا هنا، وطبعا المشاركه في الخارج بتديني قوه، بتديني خبره جامده جدا جدا جدا. بطولات الخارج دي روعه روعه، وانا بحب امثل بلدي بره عشان ارفع علم مصر. وبدات النشاط بتاعي من 2009، انا قلت لازم اوروبا تعرف مين هي السباحه المصريه عشان ما يقولش انه في مصر ما فيش رياضيات. طبعا فيها ناس كتير سيدات على مستوى عالي، انما كرياضه ما كانش عجباني الفكره دي بصراحه، فانا قلت لازم اوريهم مين هي الرياضيه المصريه. وحطيت في مخي الموضوع ده ودخلت بقوه من 2009 لغايه من شهرين فاتت، كنت في بطوله فرنسا الوطنيه واخدت 5 ميداليات 3 ذهب، يعني كسرت رقم بطله فرنسا في الخمسين حرة والخمسين ظهر والمية ظهر، وأخدت 2 فضة بعد كده، فأنا داخل 5 سباقات أخدت منهم 5 ميداليات، ده بالنسبة لآخر بطولة. لكن بطولة العالم بقى طبعا أنا واخدة 7 ميداليات عالمية، منها 2 في كندا 2014، ومنها 5 في بطولة كازان بروسيا، منهم 2 البرونزية على العالم، وترفع علم مصر وانا على المنصه والفينا جت سلمتني، وده شرف كبير جدا 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 ليا. قالوا مصريه طلعت الثالثه على العالم، حاجه جميله والتنظيم رائع. انا موجود، يعني السباقات تبدا الساعه 2، انا موجود من الساعه 10:30 صباحا، حاجه كويسه جدا ومجهود مشكور من النادي الاهلي والقائمين عليه. انا جاي باسم النادي الوحيد، باسم النادي، مشترك في 4 سباقات، انهيت ال 50 متر حره، فاضل لي 50 متر باك و50 متر صدر و50 متر فراشه، فلسه دلوقتي فتره السيدات واحنا السباق اللي بعدهم ان شاء الله. والله هو اول مره احنا نشترك في البطوله دي او ننظم، طبعا البطوله تحت رعايه الاتحاد المصري للسباحه وموافقه طبعا مهندس ياسر ادريس. بدأنا نعمل مهرجانات جوه الأندية للماسترز، يعني للأساتذة، اللي هو النهاردة بنقيم بطولة في ذكرى المرحوم اللواء دري عبد القادر، سباح النادي الأهلي وبطل وشارك في الأولمبياد. فلما بتقام بطولة على اسمه، طبعا حبت منطقة القاهرة بصفتي سباحة في النادي الأهلي، فلما طلب مني رئيس الجهاز ان انا اشارك في تنظيم البطوله، طبعا انا وافقت، لان دي حاجه تشرفنا ان احنا ننظم اي بطوله جوه النادي الاهلي، شرف لينا بصراحه. المختلف النهارده ان احنا عملنا ترتيب لجميع المراحل، هنسلم ميداليات على منصه التتويج، يعني كان المتبع قبل كده ان الناس بتنزل السباقات والاداري بيستلم الميداليات وياخدوها ويمشوا، فاحنا النهارده عملنا منصه تتويج. اداره النادي الاهلي عملت اعلام للانديه هتسلمها لاداري الانديه، عملت دبابيس وميداليات لكبار السن تكريما ليهم، فدي حاجه اول مره تعمل في بطولات الماستر. والله هو لما اقاموا البطوله الصراحه كانت الفكره دي فكره اللواء علي كامل، وده اكبر سباح مشارك معانا في البطوله كسباحين النادي الاهلي، فهو اللي طلب مني ان احنا نعمل بطوله من غير رسوم، لان ده تكريم لسباح للنادي الاهلي، فعزمنا كل الانديه، وبعد ما تنتهي فعاليات البطوله عاملين حفله عشاء لجميع المشاركين في البطوله، كاننا بنعيد نفسنا من اول وجديد، وحاجه تجربه ناجحه وجميله جدا الحمد لله. وشاركت في 50 حره ولسه هنزل فراشه،
وتتابع باذن الله، وخدنا مركز طبعا كويس جدا من الاربعه الاوائل. يعني منافسه جامده جدا يعني، والناس من اعمار مختلفه من فوق ال90 بيشاركوا، وطبعا الاهلي طول عمره يعني صاحب رياده في الموضوع دوت، والحمد لله هو في مراكز متقدمه جدا. زمان طبعا كان حاجه تانية برده، كان كتير وكده، بس كنا طبعا تمرين وكده، انما احنا الماستر ده جابونا على طول كده، لكن ان شاء الله هنواظب في التمارين وناخد مراكز احسن من كده ان شاء الله قدام باذن الله.